إن قرآن الفجر كان مشهودا. الاستاذ سيد بيقول انا عاوز اشغل القران بين الاذان والاقامه جوه في المسجد من اذاعه القران الكريم، فهل يجوز؟ لان القران هو مبسوط بقران الفجر، فبيقول القران بيقول ان قران الفجر كان مشهودا. قران الفجر هنا المراد به القران الذي يقرا في صلاه الفجر، هو ده اللي مشهود، مش القران اللي قبل اذان الفجر. ما كانش بيحصل كده زمان، يبقى ازاي هينزل؟ ما كانش بيحصل وينزل ان هو كان مشهود. فانا بقول لحضرتك لا، ما نشغلش ونقعد احنا نقرا في المصاحف لو خلصنا ركعتين السنه، وعشان ما نشوش على الاخرين. يبقى قران الفجر اللي في الايه المقصود به القراءه التي في الصلاه.